الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمهم في الدارين: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. رمضان صوم كيسا واجب كأوياهي يا عدين تلا عدين هيا صوم كفضل كأوليهي يا وحياله كنت علق صوم كعدين تلا باب كيدي ويان مرك شيخ باب الفضائل أعمال بضم بسو آخريه وحيون السودة أركان الإسلام فضائل كذا مرك الصوم كيبو وضع مرك الزكذا كالصواب بحي. قال الله تعالى: ألا وحير يا أيها الذين آمنوا كوي مؤمنوا بيوم كتب عليكم الصيام صوم بالذين كواجب يالي كما كتب على الذين من قبلكم كوي إذن كهري يا أهل الكتاب كاسيد الله غفر ليالي. مرك الصوم كون ummadihii naga horeeyayba iyaguba way soo manaan jireen ila qawlihi ta'ala: shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, bisha ramadan bishi la soo dejiyay quraanka, hudan xaal u yahay quraankuna hanuun uu u yahay linnaasi dadka, iyo wa bayyinatin min alhuda cadcadayn la cadaynaya hanuun, iyo walfurqaan فمن شهد منكم الشهر قفكي أركا بشهر رمضان سبو النجي والمسافر هين فليصومها صوم، ومن كان مريضا قفكي بكا أو على سفر أما سفر كجرا أي أفطرا فعدة من أيام أخرى انت عش وأفطر إن أردك أنت وما المكلاها هكاك الليو الآية. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله باب كأن صور لافي أيام كصور لافنا أحاديث بدن أو صوم كهديسي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري قال الله عز وجل إلى هيب يري: كل عمل ابن آدم له عمل كستو إن آدم قبت أسقى إسكالي إلا الصيام الصوم كموين، فإنه صوم كلي أنا إسكالب يري ألي ولهب إسكو إضافي إضافة التشريف، وأنا أجزي به أني أمبان كأبا المرين صومك، والصيام صومك جنة وقاشان. فإذا كان يوم صوم أحدكم مد إذنك إذن كم ذها مالك صوم كيس أي تهي صوم من يهي فلا يرفض هذا الأفلق داءه حن أيون قفنا كهذلين، ولا يسخب قفنا أيون قيل قيلينو هذا القيل كجرت إيو سوحا قفنا أيون كهذلين، فإن سابه أحد هديء قفك عايو أو قاتله أما أقلد قالمو فليقل قفك كير هذا الصومني إني صائم وان صومنا هاي، والذي نفس محمد بيده بن كردارتين لخلوف فم الصائم قفك صوما أفكيس يلكيس وحكيا لأرأها أيا أطيب عند الله إلهي أكتيس كأدقون من ريح المسك عذر كمسك قالوا يقانو قفك أفكيس أرك كيا لصوما أيا كفضل بدن إلهي أكتيس عذر كمسك قالوا يقانو للصائم قفك الصوم فرحتان لبا فرحضات بوليها لبا جربوا فرحا للصائم قفك الصوم فرحتان يفرحهما لبا جربوا فرحا لبا فرحضات بوليها وكفرحا إذا أفطر قفك مركم ما أنتو دن صوم صومنا أو أفطر مغرب كي أي قادة آدم خلقوا دفتو وفرحا فرح بفطر فطر يسيس وكفرحيا وإذا لقي ربه مركو إلهي لكل منا
وصنك أجريسي قفك واركنا فرح بصومه صنك سيبك فرحا. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له رواية كلو البخاري لهانا. وحي أهل يترك طعامه وشرابه قفك وحو كتغاب إلى هيري عنتديسي يوحي عبي يو شهوته جعي الذي سيبو أغتغى من أجل إلهي درادي. الصيام اللي سونك أنا إسكالب يري ودى صلاة بإلهي با إسكالي أعماش كلاي سونك إلهي وحو إسوغ إضافين هياوات للشرف تشريف سيدة كعبدة بلو يري قولي إلهي يمساجد إنك سو إلهي قولي كستنا إسكالي يهي أيا سونك إلهي وحو إسوغ إضافين هياو إليها أني قالي وشرف أولي يهي وأنا أجزي به. والحسنة حسنتنا بعشر أمثالها تمنجر بالله بالله يا قفك. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف عمل كستو إن آدم أوقفتو ونكسا والله بالله. الحسنة بعشر أمثالها هل كي حسنة تمنجر بالله قلفتا إلى سبعمائة ضعف إلى تضبب قل أو جير بقفك الله لبن لابا هل كي حسن إوناك أولي مادو. قال الله تعالى ألا وحيري إلا الصوم صوم كموين فإنه لي صوم كأنا إسكالب ربي قيري وأنا أجزي به أن أمبانا كأبا المرين. يدعو شهوته قفك وحكتك يا شهوات كيسي يجعي لديسي وطعامه عنتديسي من أجل بوغتك يا للصائم قفك صومنا فرحتان بأسقنا تلب فرحة ذات فرحة عند فطره وفرحة عند اللقاء ربي. ولخلوف فيه أر كيالا قفك صومن أفكيس فيه يعني في فمه كيالا أي أطيب عند الله لا يأتيس كأدقون من ريح المسك من ريح المسك عذر كمسك قال له يقانو قفك صومن وحا أفكيس كسو بحيا يلون ككويا لا كودقون إلهي أكتيس عذر كمسك قال له يقانو. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حيري من أنفق الزوجين لبنوع قفكي وحسية لبنوع لب فرس لب قف لب ناقود لب إلموت لب الدمير أظل لبنوع من أنفق الزوجين لبن عقفك وحسية نفقية في سبيل الله إله درادي نودي وحل وقد واقع من أبواب الجنة بل وقد واقع وحل وير هذا يا عبد الله أدونك إله يوم هذا خير كان وخير وحنات سميسي وخير. فمن كان من أهل الصلاة قفك صلاة أهل كذا ee salaad aad ugu dadaalayay ku salaad waa la wareeto kada laakiin qofkii salaad uu soo ay shiaar u ahayd salaadiisu astaan u ahayd salaad badna nuudiyo waxa looga dhawaaqay min baabi salaa sidida albaab jannada ayaa waxa lagu kala magacaabay oo albaab kasta iska leeyahay amal khayraha magaci marka albaabka jannadu ay ku qoranta albaabka albaabada jannada ay salaad ku qorantahay mid bay salaad ku qorantahay الباب كسر الله قد واقعه نودي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد ننكي جهاد أستانتيس أي أهي دلال كيسو جهاد أبدنا نودي وحال الله قد واقعه من باب الجهاد سيديد الباب جنال مدبي الجباب الجهاد كقرنتاي كسر الله قد واقعه. ومن كان من أهل الصيام قفك صنك أهل الصيام كصنك آدو الدلال جري ندعي من باب الريان الباب لو يقان الباب كعكنا شه أي الله غيرا. ومن كان من أهل الصدقة قفك صدقة إهل كذا هنا دعي من باب الصدقة تبع الله غيرا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بايري بأبي أنت وأمي يا رسول الله أباه إيه يذي لغفر رسولك إله يوي ما على من دعي من تلك الأبواب مسارنا ما على من دعي قفك لو غير من تلك الأبواب الباب بداسي مسارنا من ضرورة وحد به يعني قفك مرهد الجنة قال هذا الجنة قال الباب دوني هلا يغيري وقفك مرهد الجنة قال
wax dhibaatihii dushiisa ma aha, wuu liibaanay. Fahal yudcaa axadun min tilka alabwaabi kullihaa, qof ma jiraa laakiin sideedda albaab ee jannadaba kaalay ka gallo odhanhayaay ma jira. Faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama, nacam, wa arjuu, waxaan rajaynhayaa an takuuna minhum, inaad adu ka mid noqoto. Mutafaqun calayh. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي هري إن في الجنة بابا جنة الباب كيالا يقال له الباب كوحالي رضا الريان الباب كي عكرا شه يدخل منه الباب كوحاك قال الصائمون يوم القيامة تدكي صومنا أنبا الباب كاكاليا لا يدخل منه أحد غيرهم قف أن إيجا أهين كما قال يقال وحال أرى قيامها أين الصائمون وركوي صومنا آوي فيقومون ويكعيا ولا يدخل منه أحد غيرهم قف أن صومنا أنجر إن الباب كالجنة كما قال فإذا دخلوا مركي الباب كالجنة تركي صومنا أغلق الباب كوالا حري وفلم يدخل منه أحد غي فلم يدخل منه أحد متفق عليه قف كلي والباب كالجنة كقليا ودرك سومنا أنا هيني مجر أيوه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أدون مجر يصوم يوما في سبيل الله إلهي درادي أصوم يا مارن إلا بعد الله الله وحو كدر يا بذلك اليوم مالك وجه وجه سوى الله كدر يا عن النار نار فالله كدر يا 70 خريفا متفق عليه تضبات ديرود يعني تضبات سنرود أيا نار توجه سوى الله كدر يا قفك في سبيل الله مالك أصوم مالك في سبيل الله لا سبحان نقول كرتا أصوى قفك جهاد كجرة وحين قل كرتانا في سبيل الله دعا عمل كسين إلهي دراد الله قبطه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمان إي حساب إلهي أكثر سأكر جنو أجر قفك أصوما غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان بشر رمضان مركي سوغشو فتحت وحال فرفرا أبواب الجنة بال فرفرا وغلقت وحال حلحلان أبواب النار وصفدت الشياطين شياطين تنا وال حلحلا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته أرقتذي سكسوما صومك وأفطروا كنا أفطر لرؤيته أرقتذي س فإن غبي هدي ليل كقري رمضان بشي رمضان أذ أركي ويدان فضعي ضرور أوجد فأكملوا عدة شعبان 30 بشي شعبان صد كذا لما يستيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم فإن غم عليكم هذه بشي رمضان ليل كقري أذ أركي ويدان يعني بشي شوال هذه ليل كقري أذ أركي ويدان فصوموا 30 يوما صد مع الموض أنصوما. مركا حديث كان وحور نبي يرين هيا سبو بشي رمضان ووحقوا قفك استيقران كرو إن بشي كهر رئيسا الشعبان لي راهدو وقفكو آدو إلاليو مركا بشا الشعبان ترسو صدن مال مود مالين كي قادو بلكو بيه صدن عشوه مجرتين همين كاسي ورمضان إسكسون أما أرق أما ها أركين هادي بشي صن صدن مال مود مركات صن تي لأركي وايو همين كاسي يونا وعيد اون بالكوبية صدنه مجر تمرك وحال واركي اللقو سومي اللقو افتوري وارك تذب بالشاء. قال رحمه الله تعالى باب الجود
baabkana wuxuu baab u yahay deeqsinoonta, inuu qofku deeqsin noqdo. Baabuljuudi, deeqsinimadka baabkeedii, iyo wa ficlilmacruuf, macruufka ficilkiisa baabkiisii, iyo waliktaari min alkhayri, inay khayrka la badiyo fii shahri ramadaan, ina deeqsinoon iyo khayr badan lala yimaado bisha ramadaan, iyo waziyaadati, in la ziyaadiyo min dalika camalka macruufka ahaa, iyo khayrka la badin in la ziyaadiyo fi lcashri alawaakhiri minhu, tobanka dambe waa in lasii ziyaadiyo. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوءها أجود الناس ددك إلهي كأجود ديكسيسا وكان أجود ما يكون نبي وحوء أجود ديكسيسانا في رمضان بشر رمضان بأسيد ديكسيسانا حين يلقاه جبريل مركو جبريل لكلمه وكان جبريل جبريل وحوها يلقاه كي لكلم في كل ليلة من رمضان بالكستو أو رمضان همين كستوي من جري فيدارسه القرآن قرآن كل آخري جري فلرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كي إلهي حين يلقاه جبريل مركو جبريل لكلم أجود بالخير خير كالنبي وحو أغا أرد بدنا وأغا ديقسسنا من الريح المرسلة دبيش لدري روب إيا نحريس لدري نبي وغا أرد بدنا ديقس النمتك بشر رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر طبعا كدام مركي سوق قالان أحيى الليلة همين كي ونولين جري وأيقظ أهله إهل كيسن ونتوسن جري وشد المئزر جنتس كنوؤت كيسن جري. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله. باب كنو حباب يهي نهيين تليس كنهيين يا ريبتان كالليس كالريب قفك رمضان إلو كله الرأيو وصوم بش شعبان شن يطبن مركي دافتو بش شعبان مركي شن يطبن نقطو قفك وإنونا صون صومين إلا لمن قف قفك سو وصله لحديدي بما قبله شعبان نسكي لندن بي نسكي دي هوري أو أما سوافق أي وافق دي عادة له عادة أولها سيوافق بأن كان عادته وإن قفكنا هيد عادديس صوم الاثنين مالك اثنين تائن صوم إيا والخميس وفوافقه خميس إيا اثنين تبا وحي وافق ذي نسكي دنبا بش شعبان مركتان وحولي هي رمضان بش كهر ريس وحل إلى هذا شعبان شعبان ما هذا شن إيا طبا نقطو قفنا إنونا صون صنع أهب اللابن وقص ديئون بشا شعبان نسكي ذا دنبي هدي لكن قفك أصون هرا إسكسو وتي لب ملو إسكو ودنكرا هدي إسنيني خميس هرا يسو مجرين شعبان نسكي ذا دنبي إيادن وصو مكرا لكن وحال ديدن يهوا قفان خميس نسو مجرين إسنين نسو مجرين صون هرا أولهانا أين جرين مركز شعبان شن يتوان نقطين بيور إمي كان صون صناها بالله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حر لا يتقدمن أحد لا يتقدمن أحدكم أيون قفن كل هرمر رمضان بصوم يوم أو يومين صون مال إيلا بعش صون قد رمضان هكه الرئيسين إلا أن يكون رجل إن يهن موين ننكاسو كان يصومه مالنكا سومي جري فليصم ذلك اليوم مالنكا أسقها إسكا سومه. متفق عليه. وعن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان رمضان كهرها صومنا صوموا لرؤيته أركتديس كسوما وافطروا لرؤيته كنا أفطر أركتديس بشا فإن حالت دونه غياية
هدي أوفت إذن كقرية بشارة تذيدا فأكملوا 30 يوما صدن مال موضم استراء. رواه الترمذي وولي وقال حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة وياء السوء العليا الغياية وهي السحابة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان بش الشعبان مركي نسكها دو فلا تصوموها صومنا. رواه الترمذي وولي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه قفك صوم مالك لك شك سنيهي مصوم بامس صون معها وسقال إيا لباتن كشعباني قفك مالك صوم فقد عصى قفك سوحو عاسي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي محمد. رواه أبو داود بوري والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند رؤية الهلال بالشمرك بلطو محل يرى هذا. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال نبي أرنجر بالشمرك أركو اللهم إله يوم أهل له علينا بشن وحدنا وقبلسا بشن إلهي وحدنا وقبلسا بالأمن نبت قليو إيا والإيمان إيمان إيا والسلامة نبت قلي إيا والإسلام إسلام. ربي وربك بلي ربي إيا أذيق ربي غابا الله إلهي ويان هلال رشد وخير وحاب نقطة بالهنون إيا بالخير نقو ساسو نبي كدع سنجري. رواه الترمذي ووري وقال حديث حسن. قال فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر باب كان وحب باب يهي سحور تفضل هذا إيا إني سحور تدبلو لغو هادان لغبق طلوع الفجر فجر إنو صبحو. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي غيري تسحروا سحورتا فإن في السحور بركة بركة كجرت سحورتا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال غيري تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أيان لسحورني ثم قمنا إلى الصلاة صلاة دانوك عني صلاة بالقليبة. قيل وحال قيري كم كان بينهما سحور تئي صلاة الصبح محاول حي. قالوا حير 50 آية متفقون علي كنتن آية ذات عن دادرين إلا أخريو أي أود حيث سحور تئي صلاة قليتان كذا معنو نحوين سحور تئي صلاة آد بسكو الدوائين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان نبي قل لبا مؤذن بولها بلال إيا وابن أم مكتوم نكي لورنجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قل وحيري إن بلالا يؤذن بليل وربلال وحو آذا ما همين واغو انتو نبريين فكلوا عنا أو اشربوا عبا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إلى مؤذن كدن بأو آذام يوم إسكا عنا أو إسكا عبا. قال وحور داوغي ولم يكن بينهما أمد حين إلا أن ينزل هذا إن أمد صور دعا ويرقى هذا وكنكر متفق عليه. معلومنا وحويا قربا ديربا لكور جري halkaas laga aadami jiray markuu bilal aadamo kadib oo soo dhaadhaco ayaa ibn mankuntan iska sunaysan iska weysaysan meelaha iska haajaysan kadibna markaas uu koreeyay aad markaas ugu dhawaayeen talabaad waxa ka garan sameysha waxa la cunina wax yar buuba iska aha. وعن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أنك يا أهل الكتاب
وقالت هي رسوم جرتي يهودي كريستان كسون كادي يسون كمسلمين توحى ودحية أكلة السحر إن للسحور تو يومين السحور انجرين لكن إن للسحور تاي دين تيني كمتاي رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب فضل تعجيل الفطر إن الفطر قال للدجيو باب كذي ويانتنا وقفك مركي وواغو يعني على أدو أي دعضو أفطرك وكدك دقو. وعن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري لا يزال الناس بخير دتك خير كمزوليان ما عجل الفطرة انتي أفطرك الددجين هيان. متفق عليه. وعن أبي عطية قال وحيري دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أني إيا وحيري عائشة وأبي عطية إيا مسروق بيري وحان أقل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال رسول فقال لها مسروق مسروق بكيري عائشة رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لبن وصحابة النبي قاها كلاهما لبضان با لبضان صحابة النبي قيه لا يألو عن الخير نن خير كما قابيو والبن وصحابة النبي قاهونا نن خير كقابين أحدهما متكود يعجل المغرب والإفطار مغرب كان ود دجيا إفطار كان ود دجيا والآخر ككلنا يؤخر المغرب والإفطار أفطر كان دبو ودقا مغرب كان دبو ودقا. فقالت عائشة حيث من يعجل المغرب والإفطار أفطر كأياد دجيا مغرب كان أياد دجيا يعني كل كسدا وقلب أياد كذا. قال عبد الله بن مسعود فقالت وحيتري هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع نبي إلهي ساسو سمين جري رواه مسلم بحديث كان وريي. قالوا لا يألو أي لا يقصر في الخير معناه لويا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ألا يري أحب عبادي إلي أضمهيك وحال وقك القعيل بدنيه حقيقة أعجلهم فطرا نبنك وأفطرك كد الدجيو يعني ومددجين تنما على ديو سوجي دي ومرك يعد عادو لعضو وهو صدو قفك إنو أفطرك الدجيو. رواه الترمذي بوري وقال في حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا هميكم مركو حقا برقا كسوغلو إذا أقبل الليل منها هنا مركو هميكم يمدوغ حقا برقا كسوغلو وأدبر النهار مالكونا ودبجيديا منها هنا حقا عد أطلعي قلباتك وكدبجيديا وغربت الشمس عد عدنا أي دعضو فقد أفطر الصائم منكي صومنا وأفطري يعني صومك ورد ماضيبا. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال خير سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلى هيبان راعني وهو صائم نسقو صوما فلما غربت الشمس عدعيد مركي دعدي قال لبعض القوم نبي قد دب كيري يا فلان هبلو انزل بعد وفجدح لنا وحاد إنو قستا شراب فجدح وشراب نو سمي وحمرك لعبي جريبها ورد شراب نو قسن عبني. فقال يا رسول الله رسولك إله يوم لو أمسيت هدي يحيري أدقل ويستو وواقو سفي عن يعني سفي عن عادو أرد عضو هدي سفي عن عادو انت أرد عيساء سوكتا كورا. قال نبي حكيري انزل فجدح أرضو دادعو فجدح لنا شراب نوقس. قال وحيري إن عليك نهارا ولم مالك وحباهري. قال نبي حكري انزل فجدح لنا ومركي صدحات وأرضو دادعو شراب نوقس. قال وحيري فنزروا دادعيو فجدح لهم ننكيبا شراب كي قصي فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعبي. ثم قال نبي حيري إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا
war markaad aragtaan habeenkii inuu xaggan ka soo galay faqad aftara saa'imu waxaa afturay ninkii soomanaa waashara biyadihi qibala almashriq nabigu wuxuu ku farfiiqay xaggan bariga hadduu habeenku xaggaa ka yimaado qofkii soomanaa wuu afturay متفق عليه قوله اجدح بجيم وجيم ثم دال هدنا ودال ثم حاء مهملتين بكحجة ولبد دبع منا الله إن هذه يدال كبا أي اخلط السويق بالماء شريب شراب كالسويق الأورنج ربي نقول لك بنبي كيري وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر قفكم مركو أفطر يتمر هكو أفطر فإن لم يجد هدون التمر هين فليفطر على ماء بيه هكو أفطر فإنه بيه طهور وطاهر رواه أبو داود البخاري والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي إنتون النبي صلاة دقل أيوكو أفطر جري على رطبات تمر تنعدورته عدعد بيها بدن فإن لم تكن هدين تمر تاسجير عدورته رطيبات رطبات وحكوا أفطر الجري فإن لم تكن رطبات فتميرات تمر يرير فإن لم تكن تميرات تمر يرير يهدين جرين حسا وحو كبا جري حسوات كبشوي ومن ماء بياءها رواه أبو داود البخاري والترمذي وقال حديث حسن قال رحمه الله تعالى باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمات ونحوها تنوحي باب تايقفك صوما وين عرب كيس إلى ليو إيا حبنه سبؤك إلى لي شرع قوحي خلاف سن إيا إسعيتك إيا أفلقادد وإنك إلى لي إيا وحي لمدأه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم مركي تهمد إذن كمدها صوم كيسا يعني قف مركو صومي هاي فلا يرفث أيون أفلق أدك هذل ولا يسخب أيون قيل قيلي فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور قف كان كتغن مخرات بين له أما هذا الكحن أن كتغن والعمل به إيا هذا الكحن إنه كعمل فلو فليس لله حاجة إلى هيدا كمل في أن يدع طعامه وشرابه قف كان إنه عنتريس يبيها إسكدا يوم إلى هيدا كمل قف كان أون حمانتي كتغن رواه البخاري قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الصوم مسائل فقهيه وكساب صوم كباب كيدي ويان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم قف اذن كمده هدي او اللوب فاكل وحن او شرب اما وحب فليتم صومه صوم كيس هدى ميسترون فإنما أطعمه الله إلهي أيا قفك عنتيسي أو وسقاه ورابي متفق عليه مركتم حك ليهي أضو صوما أضو صوما أو إلوسا هداد وحنتو أما أدوح عبتو صومكي كاما جبين إسكسي وضو إلهي بك عنتيسي أو إلهي بك عبي متفق عليه وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ويسد إيغا ورن قال نبي حيث أسبق الوضوء ويسد كحل ديرو وخلل بين الأصابع مركض ويسيسن فرح إسدحق الجلي وبالغ في الاستنشاق سندار سيغني بيهان السنك لقلينا كحل ديرو إلا أن تكون صائما إن صومنته مبين رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح مركو قفكو مركو صومن يهي بيهن سنك لجلين وإنو نكو حال ديرانن
haddaa laakiin biyihii ku xeedhaarta xoogsanka aada u geliso ay biyihii afka kaa soo dhacaan ee caloosha kaa gaadhaan soonkii wuu kaa jabay. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر واجا نبيك أبري جري وهو جنوب من أهله نبيك أكجنا بيسن رير كيسا ثم يغتسل النبيك ويسكم ميران جري أو يصوم ونا إسكسوم جري متفق عليه. مركتنا عائشة وحيشة غيسا نبيك صلى الله عليه وسلم asagoo reerkiisii u galmooday hameennimadkii oon maydhanin ayuu waagu baryi jiray. Markaasuu nabigu iska maydhan jiray sallallahu calayhi wasalam, soonkiisana wuu iska sii wadan jiray. Marka shardi ma aha xadiiskan sida ka cad qofku inuu soonkii galo uu waagii baryo asagoo qofku yani daahir aha, shardi ma aha ee qofkii haminkii iska galmooday kana maydhanin janaabadii. Haddii uu waagii baryo aadaamkii labaad la aadaamo, qofkii wax kale ma saarnee, waa inuu iska maydho uun intaun baa u taalla ee la odhan maayo muxuu waagu kuugu baryay adoo janaabaysan. Tanna waxaa la mid ah gabadhii dhiigga lahayd ee xaydka lahayd ee caadada ku jirtay. Hadday caadadii ka gooday isla haminkii uun oon iyadoon maydhanin weli, oon dhiiggii iyo caadadii ka maydhanin, haddii uu waagii u baryo oo aadaamkii labaad la aadaamo, iyadana soonkii wuu u jiraa uuno, waxaa la odhan uun iska maydho soonkiina waa u sax baa la odhan. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا لابد بحير هذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي وحوها يصبح جنوبا السوق الجنابي سنبو آدم كلابات أسوق لي من غير حلم جنابا سون أهين ترياء حقيقة ودعضي ثم يصوم مركز وردنا اسكسوم جري متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.